تسليم السلطة في قطر حظي باهتمام دولي كبير غير مسبوق، وذلك نظرا للدور الذي تطلع به هذه الإمارة الخليجية. وتملك قطر الثالث أكبر احتياطي للغاز في العالم، وقد استثمرت الحكومة إيرادات الغاز المسال في تحديث البلاد وتحولت إلى أحد أكبر المستثمرين العالميين. وتستضيف قطر بانتظام مؤتمرات سياسية دولية كبيرة وتلعب دورا إقليميا مثيرا للجدل، إذ تعتبر قطر من أكبر الداعمين للمتمردين في سوريا، ويتوقع المراقبون قيامها بتقديم الدعم للإسلاميين هناك، كما تحاول في نفس الوقت التوسط لحل النزاع في دارفور. ومن ناحية أخرى، تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022 كأول دولة عربية تحظى بهذا الشرف، الذي حصلت عليه أيضا كاعتراف بالنمو العمراني والاقتصادي الذي حققته الإمارة. لكن من الناحية السياسية الداخلية، تسود قطر حالة من الجمود، إذ يسودها حكم مطلق لا يسمح بالمعارضة. ولتسليط الضوء على انعكاسات نقل السلطة في قطر على سياستها الخارجية، ينضم إلينا من القاهرة السيد محمد عز العرب، خبير الشؤون الخليجية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. سيد عز العرب، أهلا وسهلا بك. دور قطر الإقليمي بات يعتمد بشكل كبير على الإخوان المسلمين في الدول العربية الأخرى، هل تتوقع أن يتغير ذلك في المستقبل؟ لا أتوقع حدوث مؤشرات توحي بأن هناك تغير في ملامح الدور القطري فيما يتعلق بدعم الإخوان المسلمين، خصوصا أنهم القوة السياسية التي صعدت في مرحلة ما بعد الثورات العربية والمراحل الانتقالية للدول العربية فيما بعد تحولات 2011، خصوصا أن هناك بعض التقارير غير الرسمية وبعض المقربين إلى الحاكم القطري الجديد الشيخ تميم تشير إلى أنه لديه بعض من الميول أو لديه عدد من الروابط الوثيقة، سواء فيما يتعلق بالإخوان في مصر، حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، أو حزب النهضة في تونس، أو ربما دعم وتأييد لجماعة الإخوان المسلمين في كل من اليمن. إذن لا تغير كبير في هذا المجال. أعذرني فقط لضيق الوقت، نريد أن نستفيد من قدر الإمكان. بروز دور قطر كإمارة صغيرة، هل تتوقع أو هل تلاحظ أنه يأتي على حساب دول إقليمية تقليدية كبيرة كمصر والسعودية؟ وباختصار لو سمحت. تصاعد الدور القطري في الإقليم يأتي نتيجة عدة عوامل رئيسية، منها صعود القوى الإقليمية الخليجية وتحديدا القطرية والسعودية لملء فراغ الدور المصري والدور السوري. أضف إلى ذلك أن هناك العديد من القدرات المالية الناتجة عن تزايد العائدات النفطية، إضافة إلى عامل ثالث وهو رغبة قطر لتعويض بعض المشكلات التي تواجهها كدولة صغيرة من حيث الخفة السكانية وصغر البنية الجغرافية، تحاول التمدد إلى المناطق الإقليمية الملتهبة، بالإضافة إلى محاولة تعويض عدم وجود تطور ديمقراطي كبير بسياسة خارجية نشطة في الخارج. نعم، نشكرك جزيل الشكر السيد محمد عز العرب، كنت معنا من القاهرة، نشكرك على هذه الإيضاحات.